فين يسر؟ معرفش. لما اسالك فين يسر تقفي وترد عليا. يا جماعة ايه ده؟ سيب بنتي مالك؟ مالك ومالها؟ فين؟ في لبنان. والله في لبنان مش هنا. ما تخافيش يسر. مش طبيعي والله العظيم مش طبيعي. بس قولي لي ايه اللي حصل. طب ويسر فين دلوقتي؟ ما اعرفش، بكلمها ما بتردش، وكلمت ثروت بيه كمان ما ردش. ارجوك يا سعد عشان خاطري الحقه، لو وصل لها هتحصل كارثه. يا مدام سهام ما تقلقيش، انا هلبس وانزل حالا. مع السلامه. سعد هو في حاجه خطيره؟ ربنا يستر. حنان بتبكي على ايه؟ اخوك اتاخر وانت فاتحه لي المخروب ده؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ جري يا امه، من زمانه جاي. الساعه كام؟ مش عرفني، شايفاه لابسه ساعه. يا بنت ردي عليا عدل بدل ما فيش غل فيكي. الساعه 11. لا اتاخر. طب انت فين يا حبيشه يا ولدي؟ يا امه تلاقيه جات له شغلانه ثانيه. ما انت عارفه حبيشه ما بيرحمش روح. بيجي له شغل بيطلبني على تليفون ميمي. حبيشه ميمي خير يا بنتي؟ يا باشا حصل له حاجه؟ طب والله ولا رد عليكي. لما انت جيتي بترني عليا ليه؟ لو انت فاكره، لو انت فاكره انك تقدري تهربي مني تاني تبقي مش فاهمه حاجه. تعالي الباب ده. أي أي مني؟ أنت هتستمعي؟ لو قربت مني هموتك، والله إني هموتك، هموتك. اطلع برا، اطلع برا يا معلم، اطلع برا. هموتك، بقولك اطلع برا. هموتك، هموتك، هموتك. ارفع علينا السكينه يا بنت الكلب قاطيه. انت لا عمرك كنتي ولا هتكوني لحد غير انا. انت ليه بتعملي فيا كده؟ ليه بتعملي فيا كده؟ ليه بتعملي فيا كده؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟
اهدى اسمع الكلام، مفيش اي حاجه، مفيش حاجه، مفيش اي حاجه، سكينه سيب السكينه، سيب السكينه، سيب السكينه. اطلع قدامي، اطلع قدامي، اه اه